صلاه يا ويلي والدمع يجري بالعيون. ايه جاوبني جاوبني. صلوا يا ويلي والدمع يجري بالعيون واحنا على خيي ونونت المطعون ودع أخي وخاطب الفاجر الملعون قال له قبل أخويا اذبحني يا ابن الأنذاء. أيوة ويلاه أيوة غربته. قال له اذبحني ليت يومي قبل يومه ما اقدر عايل ليم خطب من دمومه دمومه يا يا لان الصغير يصيح ودموعه سجومه قبلك انا ما اقدر انظر لك فوق الرماء. اسمعها وينك يا مولى عطية وصف الحال. والرجس من شاف المسابق للمنية حز راس الأكبر وويلا وانجدل قدام خيي وظليت مرغ بالدمى سوده علي الأصغر وقع فوق يتمرغ بالدمى وقع خلي على جثة عزيز الروح ساعة بجدة بتودع منا تزود من وداعة ما رحمنا أحباته وفتح بالسيف باعا وحالا قطع راسه اش مفضحه من أحواله.